اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك الله نستغفرك الله نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك لا منجا ولا ملتجا ولا لجا لنا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل يا إلهنا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي قرارنا واجعل الجنة هي مآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر ونسألك يا إلهنا الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة
مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ذا الفضل العظيم يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا. اللهم لا تصرفنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم غير ذلك فأبدله في قبره فأبدل قبره جنة من جناتك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رضوانك إلى يوم الدين، وخص منهم من مات من آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأعظمه وأجزله يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم يا ربنا شبابنا وشباب المسلمين، وعف نساءنا ونساء المسلمين، وخص منهم الحاضرات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحفظ هذه البلدة المباركة من شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظ أهلها من شر طوارق الليل والنهار، واحفظ عليها قادتها وأمنها وإيمانها يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل خير. اللهم اجعلهم بكتابك مستمسكين وعلى خطى نبيك صلى الله عليه وسلم سائرين، واجعلهم يا إلهنا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن المسلمين شر الغلا. اللهم ادفع عن المسلمين شر الغلا، وجنبهم الفقر والآثام والجوع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، هذه أيدينا الضارعة رفعناها بين يديك. عبادك سوانا كثير وليس لنا خالق غيرك فنرجوه، وليس لنا رب سواك فندعوه. من يفتح الباب إن أغلقته، من يعطي العطاء إن منعته. جودك واسع وفضلك عظيم،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.